تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفا انجلترا اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بشكل شبه اسبوعي عبر قناه سيلفا سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم عن موضوع عام شوي، موضوع عام بس استراتيجي وخطير. شفنا احداث الشغب اللي صارت بمباراه مان يونايتد وليفربول، او قبل مان يونايتد وليفربول عشان اكون دقيق. انا كنت متوقع بالاعلام الانجليزي القاه عم بيغضب، القاه عم بينتقد، فتفاجات بمقالات عم بتلمح انه اللي صار كويس. مارتن سامويل في الديلي ميل بيقول لك مش ليفربول ومان يونايتد كان بدهم مشروع الصوره الكبيره، وهو طبعا المشروع اللي بيعطي الانديه الكبرى سلطه اعلى في القرارات في البريمير ليج، فانه تفضلوا هي صوره كبيره شفتوها. وكملوا قال الناس بتفكر اللي صار سيء، لا والله ما هو سيء، شيء جيد. الصوت وصل لهي الادارات وهي الانديه، ليفربول مان يونايتد احنا مش هنقبل تضربوا قيم الانديه تاعتنا. هنا كانت انا يعني وقفت انه كيف الصحافه الانجليزيه عم بتايد شيء فيه من الشغب، وبنعرف هم تحديدا الانجليز كان عندهم في الماضي ظهرت الهوليجنز، فلو انت بلشت تدعمهم حتتحول لقدام هوليجنز. وكمان بنفس الوقت فكرت شو اللي بيخلي الامريكان حاليا في الانديه الانجليزيه تحديدا يعني الامريكان، يعني لانه كان نحكي مان سيتي تشيلسي شوي متحفظين بالتحرك، لكن شو اللي بيخليهم مستعجلين كثير على مشروع جديد في البريمير ليج؟ شو اللي بيخليهم يروحوا بدون مستعدين يروحوا على دوري السوبر الاوروبي اللي كان حيدمر البريمير ليج؟ مقابل شو؟ شو اللي كانوا يفكروا فيه؟ فبذكر كمان ربطها بتغريدة عملتها زمان، وكانت انه انجلترا خلصت من ظاهرة التوب فور طبعا مع صعود نجم مان سيتي ثم توتنهام، انتهت ظاهرة التوب فور صارت توب 6. انا اعتقد الان المشكلة الكبرى اللي بتواجهها الاندية الكبرى في انجلترا اللي استثمرت ودفعت مليارات وعندها نادي قيمته 4-5 مليار جنيه استرليني زي مان يونايتد، انه ظاهرة التوب 6 ايضا انتهت حرفيا واصبحت توب 9، لانه ارسنال ما عاد الفريق ال 100% مضمون يكون توب 6. يعني بكل صراحة الأندية اللي بتدخل ليستر السنة الماضية كان دوري أبطال إلا لحظة، السنة هذه نفس الشيء، يعني الزلم بنفس دوري الأبطال من أول أسبوع. إذا انتهت ظاهرة التوب 6، لأنه في فرق عم تدخل كل سنة، فريق أو فريقين أو ثلاثة. في فرق عندها مشروع جودة مهم، يعني زي ولفرهامبتون، انسوا ترتيبه بس الجودة اللي عنده ممتازة، بأي لحظة ممكن يطلع. إيفرتون في مشروع واضح. فأنا أعتقد إنه تحول التوب 6 للتوب 9 مرة ثانية هذا خوف الكبار، خوف يونايتد. انا كنت توب 4 قيمتي كبرت دخلي كبر، الان صار في 6، فالفلوس اللي رايحه للبريمير ليج كانت بين 4 صارت بين 6، يعني صار توتنهام يدخل ياخذ عقود كبيره. فالان رحنا على 9، يعني بكره حنصطدم انه ممكن تسمع انه شركه كبيره قالت لمانشستر يونايتد انا اسف ما حدفع لك هالمبلغ، حروح ادفع نص هذا المبلغ لليستر سيتي. فلانه عم بتزيد الانديه اللي ممكن تدخل بالحصه الكبيره، لان حتصير توب 9. وفي مبدا بسيط يعني دائما بضلني اذكره، عندما يكون الجميع ابطال خارقين ليس هناك ابطال خارقين، لانه ببساطه لما يكون في 9 مش 4 الفلوس حتتوزع على 9 و8، القيمه الاقتصاديه حتتوزع على 9. النادي اللي قيمته 5 مليار لانه نادي ليستر قيمته قليله، بكره ليستر حتزيد قيمته شوي، الفلوس تاعت مان يونايتد ممكن تقل قيمتها. فمساله الرعب عند الملاك الاساسيين في انجلترا نتيجه انه عم بتزيد الفرق اللي عم تزعج، نتيجه انه صار النجاح فعليا صعب، متعب، مرهق. لانه مثلا ليستر عنده مشروع توظيف ريكروتينج ممتاز رائع جدا، بيعرف يجيب اللاعبين الكويسين. في فرق اخرى كبرى بانجلترا متاخره عن ليستر في هذا الموضوع، معناها ليستر ب 20 مليون ممكن يجيب اللاعب اللي بيجيبه مان يونايتد ب 40 و50 مليون. اذا ببساطه ليستر صح ميزانيته اقل بس بيقدر ينافسك ويزعجك في الملعب. ايضا شيء اخر، نتيجه انه كل فلوس الدوري الانجليزي اكثر من فلوس الدوريات الاخرى، صار نادي ممكن مهدد بالهبوط بانجلترا بيقدر يروح يجيب لاعب من نابولي اللي هو يعتبر من الكبار في ايطاليا، ممكن يروح يجيب لاعب هداف الدوري الفرنسي عادي جدا، يكون فريق مهدد بالهبوط بانجلترا لانه معاه الفلوس اللي تخليه يجيب، وفرق الدخل الكبير تخلي الانديه هناك مستعده تبيع. صار الدوري مزعج، صار الدوري مقلق، مع ظاهره التوب 9 اللي انا مؤمن فيها انها عم تتكون 100%، الفلوس عم تتوزع. الان هم لسه محتفظين بالارث، طيب بعد 5 سنين اصحاب القرار في المشاركات الكبرى حيتغيروا، فحييجوا يقولوا يلا نعمل عقد مع ارسنال، فيقولوا شو ترتيب ارسنال اخر 5 سنين؟ والله مرتين تاسع ومره رابع ومره سادس ومره عاشر، طب وليستر؟ والله 3 مرات خامس ومرتين رابع، طب ليستر؟ ليش يروح على ارسنال؟ الان احكي لي الشعبيه اوكي، بس الاكيد اللي شفناه ميلان انتر في الماضي، شفناه فرق اخرى في الماضي، فالنسيا مثلا، النجاح الرياضي مهم جدا للشعبيه، الجمهور ما في حدا انسان بيحب يضل يشجع فريق يضل يخسر. شوي شوي الناس عم تكبر بالعمر، بتعرفوا طبعا كل ما كبر بالعمر الواحد ببلش شغفه يقل لكرة القدم، بيجي جيل جديد وما في واحد جديد حيجي يشجع فريق بضله يخسر او فريق بعيد عن التوب. فنتيجة ذلك هم عندهم رعب، انا بايدي مليارات ممكن تقل قيمتها وممكن تقل قيمتها كويس، فلازم اعمل مشروع جديد يحفظ لي قيمتي
وهذا اللي حاول يعملوه بالسوبر الاوروبي، وهذا اللي حاول يعملوه بالبيج بيكتشر او مشروع الصوره الكبيره. هذه هي ببساطه اللي عم بتصير بانجلترا ما بين الفرق. اللي مطلوب فعليا مش انك تحاول تبني على تاريخك وتعيش عليه للابد، لا، اللي مطلوب انك تشتغل بنفس دقه وحماسه الفرق المتوسطه اللي معها فلوس. يعني ما تتصرف كشركه عملاقه مش فارقه معها، لانه شفنا الثمن في دول اخرى وفي بلاد اخرى، لانه هذا الشيء ما راح يحميك. يعني دوري السوبر الاوروبي كان فعليا مشروع انه يلا نهرب بتاريخنا ونعمل حالنا بطوله، فشل. الان ما دام فشل، الان عندك مشروع اخر، لازم تشتغل على نفسك، تشتغل على نفسك اداريا هيكليا عشان تحافظ على قيمتك وتضمن انك تضلك تنافس. ولازم تتعود على هذه المنافسه الصعبه اللي هي فعليا بتخلي البريمير ليج اكثر دوري جاذب للجماهير حول العالم. وصل هون لنهايه حلقه سلبي انجلترا. كنت معكم انا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعونا على سيف سبورت. والسلام عليكم ورحمه الله.